جنب هذا الحلو الطيب شو بده؟ بده مشروب طيب. بعد ما فطرنا حملنا حالنا بسرعة وطلعنا من البيت عشان نروح على كي شهير، عم بيقولوا في أجواء رمضانية كتير حلوة، فحابة أروح شوفها. أنا صلي معه في خيمة رمضانية. إيه والله هيك سمعت، وحتى على عاملين هلال ونجوم بالشوارع، فكتير مبسوطة لهالخبر، فمشان هيك قلت لحالي بدي أروح على كي شهير. أنا صلي من وقت رمضان يعني بدايته لهلا ما طلعت من البيت، لا أنا ولا الأولاد، الأولاد دائما معي بالبيت، بس عشان تروح على المدرسة بترجع. زوجي أنت تروح تفطر؟ انت بتطلع يوميا تجيب لنا غراض من السوبر ماركت بس هذا المشروع بيروح له، فهلا خليكم معنا عشان نشوف الاجواء. لو وصلنا بس قديش عجقه، كثير العجقه ما شاء الله. هلا هون الخيمه بالميدان كيا شهير. هلا اول ما وصلنا على ميدان كيا شهير، هذا بسموه ميدان كيا شهير لان كثير بيسالوني، هون كانوا عاملين البلديه اكرام للشاي، يعني الشاي مجانا مشان يضيفوا الناس اللي عم تجي، كثير حلوه، وكان في كمان تضيف مي، ومو بس الشاي، المي والشاي. هلا راح نفوت خيمه رمضان. هلا راح نفوت خيمه رمضان، يلا امشوا. من رمضان هلا هي الخيمه، يلا فوت ترى شو فيها الخيمه. هلا خيمة رمضان لما فتنا عليها لقينا فيها ثلاث أقسام. القسم الأول هو عم يبيعوا كتب باللغة العربية، تعليم للغة العربية، كمان في كتب بالتركي، في كتير شغلات حلوة مميزة عن جد ما بتلاقوها إلا هنيك. يعني أنا قديش بدور على شغلات هيك مثلا قصص للولاد بالعربي لقيتها هنيك، وعن جد أسعارهم يعني ما ناسا غالية يعني معتدلة. وكمان في قسم للألعاب يعني ألعاب للولاد، وفي قسم كمان ثالث هو للمسرحيات، يعني في مسرحية، في فعاليات، في مهرج، في هيك أشياء. كانت كل قسم عن قسم أحلى من الثاني صراحة، تستحق إنه الواحد ياخد أولاده ويروح لهنيك ينبسط. هلا فتنا مكان المسرح يلي بيعملوا فعاليات مسرحية أو كذا، وبيخلوا حدا من أهالي يطلع. نحن الحلو انه الالعاب كلها هي تعليميه وذكاء، فكانت حلوه كتير. بس يعني الشغله اللي ما حبيتها انه في دور ولد يقعد يوقف على الدور ينتظر ليجي دوره ليلعب، يعني هيك بيعملوا، بيعطوا لكل ولد وقت معين بعدين بيجي دور الولد الثاني، فهي الشغله بدها دور وانتظار، خصوصا انه يعني اولادك لما يكونوا كبار خلص تتركيهم، بس لما يكونوا صغار ما بتقدري تتركيهم. هون كان في وحده عم ترسم بخط كتير حلو، بتكتب اسمك كذا، كنت حابه انه تكتب لي اسمي بس خلصوا الوراق، وقالت انه لبعد نص ساعه ليتوفر وراق، فهون انا ما لحقت تكتب لي اسمي، ان شاء الله المره الجايه بدي اروح خليها تكتب لي اسمي. المكان الوحيد اللي ما كان عليه دور هو هذا المكان اللي بيلونوا فيه الولاد، بياخذوا ورقه مطبوع عليها الرسمه وبيلونوها حسب ما انا موجوده على الورقه مثل ما كنتوا شايفين، فكتير حلوه الفعاليه، كتير انبسطوا عليها الولاد وقضوا وقت حلو فيها كمان. يا عيني شو هالحلوين شفتن ابراهيم؟ والله سوهاد حلوين. ما مين لون هاي؟ مين لون هاي؟ اثنيناتهم حلوين. يا سلام يا سلام. اول سنه بتركيا من 2013، هلا اول مره بشوف انه حاطين هلال ونجوم بتركيا. زينه للشوارع. اي يعني زينه للشوارع. يلا ليش هلا هذا جامع المركزي بهذيك البلديه، طبيعي لانه العرب صار لهم ساكنين سنوات هون وبالملايين، فبالاخير الثقافه بتنتقل. الحمد لله يعني كثير نحن مؤثرين منيحين بهالبلاد، يعني دائما التاثير متبادل. اي الحمد لله يعني حرام
مو بس بهذا الشيء من مؤثرين باكلنا في شغلات بثقافتنا نحن تاثرنا فيهم لا متاثروا فينا اكيد مع انه اللي بيعرف الاتراك تاثرهم بالاخرين كثير ضعيف قليل وصعب أي بس صعب. مع ذلك لكم بالاخير بس اذا حبوا حدا بتاثروا فيه كثير على فكره بعد ما طلعنا جابوا هذا واحد هيك مهرج مو بيقولوا له مهرج ابراهيم المهرج بيعمل بوالين وهالشغلات جابوا مبين من برا شايفين داري فرجيني يا عيني شو حلوة هاي الام وهاي البنت صح؟ اليوم مين معنا بالمطبخ؟ انا هشام يا عيني لانك انتي معنا اليوم لازم شو يعملوا؟ نعمل يعني عملنا رمضان بالمطبخ واللايك واشتراك حطوا لايك واشتراك تحت لايك هيك وش عم بالحجاب لبست الحجاب كثير هي بتحب تلبس حجاب بتقول لي بدي البس مثلك واصور مثلك فهلا اليوم رح تشاركني ونعمل مع بعض قطايف شو رايك ايه يلا تعالي اول شيء بدنا نعمل عجينه القطايف بدنا 3 كواب من الطحين يلا كويس تكبري تتفرج على الفيديو تتعلمي كيف تعملي الوصفه اوكي هلا بدنا نص كوب سميد فهي نص كوب هلا بدنا نحط معلقتين كبار سكر او 3 اللي بتفضلوا كمان بدي احطه خدي حاجه برافو هلا هي بيكنج باودر بدنا نحط نص معلقه كبيره بس معلقة صغيرة خميرة والشام يلا حطيها تمام وهلا بدي ترش شام رشة ملح بس رشة خلص برافو شطورة هلا بدنا نحط 3 كاسات مي وكاسة حليب خذي انتي امسكي هاي الشام حطيها هلا يا جماعة أنا حاولت أخلطه بالخلاط بس خلاطي ما كتير منيح فما خلط إذا عندكم خلاط منيح فبنصحكم فيه أكتر هيك بيخلط كل المكونات مع بعض حتى ما أضيف كاسة الحليب فراح أضيفها هلا عرفتوا وشان مبسوطة هي عم تخفق كمان فجيبوا ولادكم اخفقوا كمان شلون مبسوطة؟ وهيك بيكون خلصنا القطايف رح نتركها ترتاح 15 دقيقة تتحمر فراح أتركها 15 دقيقة وبعدين برجع بسم الله يلا من حفظان الفاتحة سورة الفاتحة سي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يلا قولي لي اياها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين المغضوب عليهم والضالين هلا حطيت شام عمر على النوم والشطور يلي رح ينام بسرعه هو يلي بدي فيوق على السحور ياكل معنا مشان يصوم شو رايكم اوكي تصبحوا على خير بعد ما ناموا الاولاد هلا بكون اختمرت حاجتها فراح افرجيكم اياها هلا رح اسكبها بهاي بتساعد كثير على تكوين القطايف
هلا يا جماعة، أنا ابني عمر ما بيحب المكسرات، والقشطة ما كتير يعني عشاقة منه هيك، بس شو بعمل له؟ بحط له الشوكولاتة أو اللوتس يعني الموجود عندي. جيبوا شوكولاتة كتير طيبة كمان، على فكرة أنا جربتها كتير طيبة حبيناها. هلا اللوتس انا بحبها انا وزوجي، وشام كمان بتحب اللوتس، طيبة كتير. مين اول واحد يجربها؟ اكيد انت ابراهيم. هو في غيري؟ ليه؟ ما في غيري. تحكي الصدق. بسم الله. شو كيف طعمتها؟ بدك تضربني بالطواية ولا راح أقول لك؟ أكلت أول لقمة، أكلت أول لقمة ما استطعمت. فلازم نلكها بالفستق مرة ثانية. الله. حتى نستطعم. دوري أنا أجربها، تعالوا نجربها. اجتهيتكم يا جماعة، تفضلوا. طيبة، توب توب. والله طيبة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها. على فكرة في ناس بيحطوا القطايف بيعملوها بالقلاية الهوائية بتزبط معهم. مرة جربتها وزبطت معي، وهي كمية كتير كبيرة فزبطت معي، ولو طيبة بتطلع طيبة كتير. جنب هذا الحلو الطيب شو بده؟ بده مشروب طيب. فقلت لحالي رح اجرب هذا الظروف، جايبتن جديد، هو مكياتو، فقلت لحالي نجربه مع بعض ونشوفه. هلا مثل ما كن شايفين رح تقولوا شو هالكمية القليلة، انه رح تستغربوا. هلا انا الكمية اللي زادت حطيتها بالثلاجة من دون ما اقليها، وقت بدي يجوني او ضيوف او بدي اعمله برجع بطالعها وبقليها. طيب اصلا بالبراد ما بتقعد اكتر من يوم. اي صح. وما احلاها. شو هيك تعطيني نصها؟ تفضل. لك نصك الحلو. بسم الله. كثير هشة وكثير طيبة. ايه فعلا والله هي ناجحة جدا. هلا يا جماعة أنا بلشت أحضر السحور. بتعرفوا اليوم نحن ثلاث أشخاص، رح أسحر شام وخليها تصوم لأذان الظهر، هيك عم فكر إن شاء الله تقدر، إذا ما قدرت رح فطرها. فهلا جهزت هيك الصحون، وبحب هيك أشجع الولد ياكل، حتى نحن هيك بناكل كميات قليلة، فعم بحب هيك أعمل على السحور صحن، وبعمل الصحن الرئيسي الوصفة الرئيسية اللي ببالي، عرفتوا؟ فهلا بدي أعمل وصفة، تعالوا معي أفرجيكم إياها. هاي الوصفة كتير بسيطة وطيبة كتير، يعني بتعرفوا طعمتها لذيذة وقريبة من المعروف. إذا كنا قلنا للناس اللي عم بيقولوا لي إنه وصفة المعروف بدهم إياها إن شاء الله قريبة. فهاي بتحتاج توست وجبنة أشقوان شايفين، وجبنة موزاريلا، واللبنة اللبنة التركية حصرا مو اللبنة السورية، اللبنة السورية مختلفة، هذيك بتعطي على شلون بدي أقول لكم، على حموضة أكثر، هاي لا بتعطي على حلو أكثر. وحبة البركة، تعالوا نشوفها شو هالوصفة. لأنه رح أعمله بهذا القالب السيليكون، لأنه رح أدخله على القلاية الهوائية، بس أنتوا دخلوه على الفريم. أول شي بدي أخذ هيك معلقة من اللبنة وحطها على التوست.
بعدين اخذ له شريحه من الجبنه، وبعدين راح احط له الجبنه هيك كمان، واخر شيء بحط له الحبه البركه. هلا راح اخذها على الفرن او القلايه الهوائيه، بدها يعني 5 دقائق مو اكثر من هيك. قلتلك شام راح تقدر تصوم، انت كنت بعمرك تصوم شيء؟ انا ما بتذكر. والله انا بتذكر اول ما يعني اول ما وعيت على الدنيا وبلشت صوم، يمكن كنت بالصف الاول صف ثاني. اول اما كانت بس غالبا بتذكر صوم كم ساعه وارجع افطر. وقت الافطار شو بيصير؟ ايه؟ يعني صفرة للي صايمين وصفرة للمفطرين. والله؟ ايه. يا سلام شو هالمنظر هاد. ان شاء الله تعجبك. بس تذوقها. اكيد حتعجبني. هي طيبة، هي جبنة عبارة عن جبنة وجبنة هيك انواع. يا بدك تفيشها. اهلين شامي، صح النوم. قربي لعندي، ظبطي قعدتك؟ لا. يلا. تفضلي. يلا تاكلي من هاي؟ طيبة كثير، خليني طعمي كان، خليني طعمي. بدك تصومي بكرة شا؟ كم ساعة؟ ما بعرف. لثلاثة؟ حاطة ببالها إنه تصوم للساعة 3؟ والله برافو عليكي، صمتي 3 بس كثير صعبة 3.